شوفوا يا جماعة، غيرت الخيل. شوفوا أنا طالع أركب الحصان هذا، وتركت الحصان الثاني مربوط هناك. هسه قلت لهم يتركوه، شوفوا كيف طاير. هسه الغيرة، شوف شوف شوف، هيا روح. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، طول بالك. هلا 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 هلا. زعلت علينا؟ تركناك لحالك؟ هلا هلا هلا. المرة اللي مضت عمل أكثر من هيك بكثير، كان يرفص وحالته حالة، كان معصب على الآخر. المرة هاي أروق شوية. هو إحنا كنا نطعميهم علف كل يوم، ونطعميهم كميات لأنه كانوا ضعاف أول ما جبناهن، لكن يبدو إنه العلف خلاهن حارات كثير، يعني فيهن طاقة كثير كبيرة، فيعني هو سلبيا أثر عليهم، لأنه صرنا لما نيجي بدنا نركبهم يعني كثير حارات، فبغلبا وما بسمع الكلام. هسه صار لي تقريبا أسبوعين مانع عنهم العلف، بس يأكلوا زي ما انتم شايفين عشب، وتحسن وضعهم أحسن بكثير. حتى هو يعني هيو هذا ما عملش هل حس الكبير. بالعادة لما بيجي علي وانا وراه يعني بقطع الدنيا، يضل ينط ويرفس وحالته حاله. يلا تعال.
Good boy. Good boy. هلا هلا. Oh my god, you're so cute. Is that enough? One more time? مش مرغوبة هون بأمريكا عشانها حارة، بس يعني سبحان الله يا جمالها. أنا طبعا هذا لو أني راكبه كان زمان وقعت على الأرض. هذا الزلمة ختيار عمره 28 سنة، فيعني محترم ما بيساوي أشياء خطيرة، لكن هذا الله لا يوفقكم، دم محامي، عمره 4 سنين، فيعني لساتني مش كفو أركب عليه. بس صلاة النبي، صلوا على النبي يا جماعة، إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.